يلتقي غدا فريقا ضمك والاتفاق ضمن مباريات الجولة 14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة. فريق ضمك يحتل المركز الأخير برصيد 7 نقاط، بينما نظيره الاتفاق يتواجد في المركز 11 ب16 نقطة. خسر فريق ضمك في آخر مواجهاته أمام أبها ب3 أهداف لهدفين، بينما انتصر فريق الاتفاق في مباراته السابقة أمام التعاون بهدف دون رد. وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا الفيصلي والرائد ضمن مباريات الجولة 14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة. فريق الفيصلي يحتل المركز 9 برصيد 20 نقطة، بينما نظيره الرائد يتواجد في المركز 6 ب23 نقطة. خسر فريق الفيصلي في آخر مواجهاته أمام الوحدة بهدف دون رد، بينما انتصر فريق الرائد في مباراته السابقة أمام العدالة بهدف دون رد. وفي المباراة الثالثة يلتقي فريقا الهلال والوحدة ضمن مباريات الجولة 14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. فريق الهلال يحتل المركز 2 برصيد 27 نقطة، بينما نظيره الوحدة يتواجد في المركز 3 ب23 نقطة. انتصر فريق الهلال في آخر مواجهاته أمام الأهلي ب3 أهداف لهدف، بينما انتصر فريق الوحدة في مباراته السابقة أمام الفيصلي بهدف دون رد.